هسه وش يسوي بوب النوب؟ هي هاي الخطه يا شباب، ما بوب النوب يسوي له هلو. هو مو سوال هلو، هو راح يجي هذا منا هذا الشرطي. اوكي هو مباشره يجي منا، شو يسوي له؟ يسوي له منا هلو. مرحبا أصدقائي الشباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وعزاكم. وياكم أحمد من قناة 100، رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة الحرامي بوب، الجزء الأول سلسلة بوب النوب ضد بوب المحترف. ومثل ما متابعين أصدقائي بأنه إحنا الحلقة اللي فاتت قدرنا نفتح فصل السجن، الفصل الغريب يا شباب. طبعا وبعض المتابعين كتبوا لي بالتعليقات بانهم متى يعني ما موجود عندهم فصل السجن. فصراحة اني مثل ما تعرفون اصدقائي المتابعين القناة انه الجهاز اللي قاعد استخدمه هو ايباد. اوكي شباب، لذلك رحت نزلت لعبة الحرامي بوب على جهاز ثاني يعني يستخدم نظام الاندرويد مو الاي او اس، وفعلا يعني ما موجود فصل السجن في لعبة الحرامي اللي تستخدم نظام الاندرويد. اوكي شباب، اتوقع انه موجودة فقط لانظمة الاي او اس، ويعني مع الاسف انه مو الكل يقدر ينزلها، بلكت الشركة وانه يعني تقدر تحل هاي المشكلة بانه تخليها مسموحة بانه تنزل على اجهزة الاندرويد وتخليها ببلاش همات، يعني على مود الكل يقدر ينزل هذا الفصل. اوكي شباب، مثل ما تعرفون بانه احنا قدرنا انه نخلص 3 مراحل الحلقه اللي فاتت ووصلنا الى المرحله الرابعه. خلينا ندخل ونشوف بوب النوب ايش راح يسوي بهالمرحله. يلا اجى بوب النوب الى المرحله الرابعه. خلينا نستكشف المرحله قبلها شباب. المرحله بيف الحرامي بيف رجع مرة أخرى شباب، وأكو شرطة لابسين شفقات 3، واحد يتمشى واثنين واقفين. أوكي يا شباب. أيضا المرحلة قامت متكفيدة، تشوفون هاي الجول لما هذا الشرطة بالقوة طالع يعني. أوكي خلنا ندخل ونشوف بوب النوب ايش راح يسوي بهاي المرحلة. أوكي يجي منا بوب النوب. يعني هم ليش حاطين هذا بابين هنا؟ بابين على مود هذا الشرطي ليه يشوفني؟ بس شلون يعني ما يشوفني؟ اعتقد لازم هيك نسوي له. اي بعدين هيك نسوي له. هاي ليش هيك نسوي له؟ اوكي 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 فعلا ما شافني. لا 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 لا، باعتبار انت ما شفتني. وين الطلعه؟ وين الطلعه؟ خدت الكنز شباب، خدت الكنز. وين الطلعه؟ لا 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 بيف، من ليش هيك بيف؟ بو احنا اثنيناتنا حراميه، ليش هيك قبلت علي؟ غير انت تساعدني. ما انتبهت له، قاعد اشوف الطلعه وين. ليس الان. اوكي شباب، اعاده المحاوله. اوكي شباب، بما انه الشرطي اول وتالي راح يشوفني، لذلك ما راح افوت من ذني البوب، راح اتوجه مباشره منه. يلا 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 على السرع على السرع على السرع على السرع على السرع. لا 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 لا، كلهم شافوني. هذا هم شافني. لا 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 لا، انطلق. خلي شغل هذا الجهاز، انطلق من هنا. يلا ومن هنا الى باب الخروج. وبهيج قدر بوب النوب بانه يخلص المرحله الرابعه من فصل السجن يا شباب، وحصل نجمه واحده بس ما بقى شرطي ما شافه. هو هذا بوب النوب يا شباب، يعني يسوي كوارث. اوكي شباب، هسه خلينا نشوف بوب المحترف ايش راح يسوي بهالمرحله، بس قبلها خلينا نروح الى مراسيم تحول بوب النوب الى بوب المحترف. يلا ابرا كدبرا يا بوب النوب، تحول الى بوب المحترف. اجى بوب المحترف هو وبدلته الانيقه وقبعته البيضاء. بوب المحترف اكيد عنده خطه يا شباب، والخطه تكمن كالاتي، بانه يشغل هذا الجهاز من نايه وينتظر الشرطي اللي لابس شفقه يتوجه منه. اوكي اجى منه. اوكي
ياخذ ذني الشغلات ويشغل هذا الجهاز منه وينتظر هذا الشرطي يسمع على مود يتوجه هو مباشرة. إيه سمع يتوجه مباشرة وراء الحرامي بيف، ياخذ ذني الشغلات منه وياخذ الكنز أيضا وياخذ الشغلات كلهن يعني كلهن، واتوقع انه افضل شيء يبقى يتمشى وراه. بس وين هو هذا؟ بعد هذا هناية؟ لا بعد هناية، خلنا نبقى نتمشى وراء الحرامي بيف. اوكي هذا رجع هناية. اوكي احنا ننتظر هذا الشرطي من هناية يجي ايضا نتمشى وراء بيف. لا اعطيني مجال يا شرطي يا لابس شفقة. اي اعطيني مجال عافية، ناخذ ذني الشغلات منا، نشغل هذا هيك منا ونشغل هذا منا. اوكي هذا راح يسمع، احنا مباشرة نتوجه منا، شغل هذا الجهاز. هسه من راح يسمع؟ هذا راح يسمع. اوكي يلا 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 يلا، ومنا نتوجه الى باب الخروج. وبهيج قدر بوب المحترف بانه يخلص المرحلة الرابعة من فصل السجن وحصل 3 نجمات وممتاز ورقم قياسي جديد. عافية عليك يا بوب المحترف. اوكي شباب وصلنا المرحلة الخامسة من فصل السجن، خل ندخل ونشوف بوب انه مش راح يسوي بهالمرحلة. يلا اجا بوب النوب الى هذه المرحلة، خل نستكشف المرحلة قبلها. يلا استكشف المرحلة. المرحلة عبارة عن 4 أقفال يا شباب وأربع مفاتيح وشرطي واحد فقط. شرطي واحد فقط قاعد يفتر، شرطي لابس شفقة طبعا. اوكي هو هسه حاليا مدى يشوف الحرامي بوب. طبعا الحرامي بوب لازم ياخذ المفاتيح الأربعة. اوكي يا شباب اوكي 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 اوكي، الحرامي بوب لازم شوية يشغل عقله بهاي المرحلة يا شباب، لازم يشغل عقله. يلا يتوجه الحرامي بوب من ناية. اوكي قلت لكم لازم يشغل عقله شوية. يلا يتوجه من ناية يتمشى وراه. هسه لازم يشغل عقله كل الزين، يتوجه منا ياخذ هذا المفتاح ويتوجه منا ياخذ هذا المفتاح. لا 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 ما موجود، اني ما موجود ما موجود. يتوجه منه ياخذ ذني المفاتيح ايضا الثنين. اوكي داخ 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 الشرطي اللي لابس شفقه، يتوجه منا يفتح 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 ياخذ الكنز. اوكي اوكي يا شباب فتح اخذ الكنز حاليا، الخروج بقى بس الخروج. يتوجه ما الى الخروج وبهيج قدر بوب النوب بانه يخلص المرحله الخامسه من فصل السجن يا شباب، وحصل نجمتين. معقوله؟ عفية عليك يا بوب النوب بكل الهوسه مالتك يعني قدرت تحصل نجمتين؟ عفية عليك يا بوب النوب. اوكي شباب هسه خلينا نشوف بوب المحترف شو راح يسوي بالمرحله الخامسه من فصل السجن، بس قبلها خلينا نروح الى مراسيم تحول بوب النوب الى بوب المحترف. يلا ابرا كدبرا يا بوب النوب تحول الى بوب المحترف. اجا بوب المحترف يا شباب هو بدلته الأنيقة. بوب المحترف طبعا أكيد عنده خطة إلى هذه المرحلة، والخطة تكمن بأنه يتمشى وراء الشرطي اللي لابس شفقة على كيفه كلش كلش على كيفه، وينتظر هاي الكاميرا تجي منها. يلا يجي منها هسه هو ياخذ هذا المفتاح أعتقد. اي لازم ينتظر الشرطي اللي لابس شفقة يفتر الفرة مالته الطبيعية. لا 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 ويجي منا. اوكي يجي منا ايضا ياخذ ذني الشغلات منا وينتظر الكاميرا نوبة اللخ وينتظر الشرطي نوبة اللخ يعني راح يجي. اوكي يلا يلا يا شرطي يا لابس شفقة، يلا يتوجه وراء الشرطي اللي لابس شفقة، يتوجه على المكان الاول اللي بيه المفاتيح ياخذهن ويتوجه نوبة اللخ من ناية، يفتح المفتاح القفل قصدي الثالث والرابع وياخذ منا، والقفل الرابع يمكن هو هذا ما اعرف. المهم شباب ينتظر منا الشرطي اللي لابس شفقة. يلا يا شرطي افتر الفرة مالتك الطبيعية، يتوجه هو من ناية والى نقطة الخروج. وبهيج قدر بوب المحترف بانه يخلص المرحلة الخامسة في فصل السجن وحصل 3 نجمات وممتاز ورقم قياسي جديد. عافية عليك يا بوب المحترف، والله عافية عليك يا بوب المحترف صدق محترف. اوكي شباب وصلنا الى المرحلة السادسة، خلينا ندخل ونشوف بوب انه مش راح يسوي بهالمرحلة.
يلا اوكي اجا بوب النوب. خلنا نستكشف المرحلة قبلها يا شباب. المرحلة بدأت تصعب، عبارة عن شرطيين لابسين شفقات اوكي وكاميرات ومفتاحين وقفلين، والمفتاحين جوا. لازم يدخل بوب النوب جوا على مود ياخذ المفتاحين. ما هذا ما هذا يا شباب؟ اوكي 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 يا شباب خلنا ندخل ونشوف بوب النوب شو عايز يسوي بهالمرحله. يلا يا بوب النوب، اكيد هو عنده خطه 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 خطه، وخطته هو جهنميه انه ياخذ الكنز من نايه وينتظر هذا الشرطي من نايه. هم هسه داخوا الشرطه داخوا اي داخوا. وين الطلعه؟ الطلعه من نايه كل الزين. فهو لا 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 لا, لا, لا يعني ماكو شيء ماكو شيء يا عيني. هاي ايش بيكم انتو ايش بيكم انتو يعني دتلحون؟ ماكو شيء. حتى تشوفون بوب النوب بس اخذ الكنز وهسه راح يطلع من نايه ويتوجه من نايه. لا 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 مو لهالدرجة يا بوب النوب، يعني تستهين بهذا الشرطي واقف منه وانت تستهين به؟ مو لهالدرجة، لازم تصير عندك خطة يا عزيزي يا بوب النوب. شباب شباب يمكن عندي خطة، يمكن عندي خطة البوب النوب. اوكي اوكي ليس الان. اوكي عادة المحاولة. اوكي يا شباب يتوجه بوب النوب مباشرة من نايا. اوكي يتوجه مباشرة منه وياخذ الكنز. اوكي هسه هم منا ذول كلهم يطلعون ويطبون يطلعون ويطبون. يلا على السريع على السريع اهدؤوا اهدؤوا ماكو شيء. هذا رجع لمكانه، هذا رجع لمكانه اوكي، وهذا ايضا رجع لمكانه كل الزين. هسه وش يسوي بوب النوب؟ هي هاي الخطه يا شباب. ما بوب النوب يسوي له هلو. هو مو سواله هلو، هو راح يجي هذا منا هذا الشرطي. اوكي هو مباشره يجي منا شو يسوي له؟ يسوي له منا هلو. مباشرة يتوجه إلى باب الخروج، وهيك قدر بوب النوب إنه يخلص المرحلة السادسة يا شباب، وحصل نجمة واحدة. عافية عليك يا بوب النوب. شفت الخطة يا شباب؟ والله خطة حلوة. أوكي شباب بس خلينا نشوف بوب المحترف شو راح يسوي بالمرحلة السادسة من فصل السجن. بس قبلها خلينا نروح إلى مراسيم تحول بوب النوب إلى بوب المحترف. يلا أبرا كدبرا يا بوب النوب تحول إلى بوب المحترف. إجا بوب المحترف إلى هذه المرحلة هو وبدلته الأنيقة وقبعته البيضاء، المرحلة السادسة يا شباب. خلي نشوف بوب المحترف أكيد عنده خطة لهذه المرحلة، والخطة تكمن كالآتي. يتوجه منه مباشرة أوكي، يدخل إلى هذا المكان وينتظر هاي الكاميرا تفتر الفرة مالتها الشهيرة. أوكي يجي من نايه ينتظر هذا الشرطي اللي لابس شفقة يستدار الاستدارة الشهيرة. اوكي يتوجه وراه وياخذ كل الشغلات، واخذ الشغلة ايضا من عنده. شلون راح يندار هذا الشرطي؟ راح يندار من نايه. يلا يلا يا شرطي لابس شفقة الله وياك. يجي ياخذ المفتاح هذا منه ويتوجه ايضا من نايه وراء الشرطي اللي لابس شفقة. بما انه شباب عنده مفاتيح فهو سيصرف براحته، يتوجه من نايه ويشغل هذا الجهاز وياخذ هاي الشغلة ويجي يقتل الختلة الطبيعية. اشتغل الجهاز، راح يسمع هذا الشرطي الثاني اللي لابس شفقة. نعم اني شغلت الكيا، ويتوجه بكل براءة وأناقة ياخذ هذين الشغلات كلهن وينتظر هاي الكاميرا. اوكي لكن هذا الشرطي راح يرجع من نايه، فهو يتوجه منه على كيفه على كيفه يتمشى وراه على كيفه يتمشى وراه والى باب الخروج. وبيجي قدر بوب المحترف بانه يخلص المرحلة السادسة من فصل السجن، وحصل 3 نجمات وممتاز ورقم قياسي جديد. عافية عليك يا بوب المحترف. والله شباب حلوة الجزء الأول، يعني صراحة الحامة بوب الجزء الأول حلوة وممتعة وممتازة وواضحة. أوكي يا شباب هذين كل الشغلات والمميزات موجودة بالجزء الأول، لكن أنا مضطر أختم الحلقة يا شباب. فلهنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا عجبتكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وشاركوا المقطع بين أصدقائكم، ونشوفكم بخير بالحلقة الجاية. كان وياكم أحمد من قناة 100. ممتاز.